توفي الحماية الاجتماعية لكل المغاربة التي ستبقى شغلنا الشاغل حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية. قطاع الصحة في المغرب كيعرف انعطاف شديد بعد جائحة كوفيد 19. بالرغم من التجربة الناجحة في تدبير هذه الأزمة واللي اعترفوا بها جميع الدول، اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصرو عطى التوجيهات ديالو باش تعاود الهيكلة ديال المنظومة الصحية ببلادنا. كاينة مشاريع كبيرة ومهمة، على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية اللي غادي يستفد منها جميع النساء والرجال اللي ساكنين في بلادنا. السبيطارات الإقليمية والجهوية غادي يتولي فيها كاع الاختصاصات الطبية والجراحية باش نتعالجو، حيت غتولي عندنا المجموعات الصحية الترابية اللي غادي تعمل على تحسين الخدمات الصحية باش تولي في المستوى اللي كينتظرو ساكنة الجهة. اليوم ما بقيناش نحتاجو نمشيو حتى للمستشفيات في المدن الكبرى باش نتعالجو. نزيدكم، الطبيب هو اللي غادي يولي يمشي عند المريض. علاش؟ حيت هاد المنظومة غادي تخلق وظيفة صحية جديدة اللي غتمكن من تحسن الوضعية المادية ديال الأطر الطبية كاملة. هاد المنظومة غادي توفر ملف طبي مشترك ورقمي اللي غادي يتبع المريض فين ما مشى، وفيه كاع المعلومات الطبية والعلاجية ديالو. يعني أي طبيب في المغرب يمكن له يتبع الحالة الصحية ديالو بكل سهولة، وهكذا المريض ما بقاش يحتاج الملف الطبي والأوراق ديالو. وباش نسدو الخصص في الموارد البشرية، كل جهة غادي توفر على جامعات ومراكز تكوين صحية خاصة بها اللي غادي تمكن من تحويل الأطر الطبية وتشغيلهم في نفس المنطقة. البنية التحتية حتى هي غادي تعزز، بحيث 1400 مؤسسة صحية غادي يتم إعادة البناء ديالها وتجهيزها في أفق 2024، بالإضافة للسبيطارات والمراكز الصحية الجداد اللي غادي يتم البرمجة ديالها. هادشي كله باش نضمنوا لكم علاج ورعايه صحيه وبجوده عاليه، ولتنفيذ رؤيه سيدنا الله ينصرو اللي كتهدف لتحقيق سياده دوائيه في بلادنا، غادي يتم احداث وكاله وطنيه خاصه بالادويه والمنتجات الصحيه. حتى الدم ومشتقاته ما باقيش غادي يطرح مشكل، حيث غادي يتم انشاء وكاله وطنيه باش نتغلبوا على الخصاص. اصلاح كبير بدا ومازال فيه اوراش اخرى مهمه وهدفه، كلها من أجل رعاية صحة وأمن المواطنين والمواطنات. مدوا يديكم لمنظومة صحية جديدة في بلادكم.